يشري الانترنت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني قبل دقيقة من الآن شاهدت يعني مقطع لهذا المعتوه لهذا الدجال الأفاك الذي ابتليت به الأمة المغربية، وخاصة وما زال مع الأسف يتقيأ سمومه وكذبه ودجاله، وبغى زعما كأنه كيعطي دروس وتيقول لك أنا راه ما حافظش القرآن، زعما راه كينزل عليا. راك ما حافظش. وحنا ولينا كنعرفوا وقتاش كتقرا من 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 الجهاز اللي امامك، وليتي كدير هاد الايامات المضادر، وليتي زعما اي حاجه كتقراها صحيحه. طبعا الايه اللي استدليتي بها دابا حافظها ولكن ما عملتيش بها. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، واردت ان تظهر علو كعبك ايها العطار، ايها الدجال، ايها الافاك، ايها الكذاب. وباقي غنعطيك مزيان، اسمع من عندي مزيان. لما كتقول هذا مجاز باش تنفي قضيه تلبس الجني بالانسي، لانك ما قاريش، لانك تستعمل عقلك امام النصوص الشرعيه، والنصوص الشرعيه يعني ابنادم اللي ما بغيتيش تواجهني، وما عندكش الخصار ديال الرجوله والمروءه، ودائما كتقول ولاد سعيد ما كيطيحوش، ولاد سعيد ما كيديروش، ولاد سعيد دائما مصدعنا بولاد سعيد، ولاد سعيد ما كيعتذروش، وانت كذاب. لانك باش نثبت الكذب ديالك، لانك قلتي لما خرج لك صاحبك المعطاوي، نعم، واختلفتوا، لانك ما قال الله عز وجل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، نعم. دائما لما تتضارب المصالح كتخاصموا، وقلتي له والله هذيك السي المعطاوي هذا الشيء ماشي بيناتنا، السي المعطاوي والله انا مستعد نعتذر لمغاربه العالم. وابقى على المبدا ديالك، ياك المناطق كيقولوا في الكلام ديالهم لازم المذهبي مذهبون، وابقى في المذهب ديالك بانك ما كتعتذرش، ولا ما بغيتش تعتذر زعما غير لعلا دينك، راه حنا ما منتظرش الاعتذار ديالك، والله الا ما معتذرش الاعتذار ديالك. سير سر ربك جل وعلا ان يتوب عليك، من توفيق الله عز وجل العبد ان يشرح الله صدره للتوبه، والله سبحانه وتعالى تيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. وسير توب لله عز وجل، حنا راه ما عندنا ما نديرو بالاعتذارات ديالك. انت تهجمت على شرع الله، واستدركت على رب العزه والجلال، واستدركت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقصت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي غنجي العصيد اللي كيتهكم البارح والبارح بالمعجزه النبي صلى الله عليه وسلم، راه القائمه تطول. انا الان الحمد لله في طريقي، اللهم لك الحمد، الى جماعه بيغودان، اللهم لك الحمد، عندنا ما يلزم يعني توزيعه، والحمد لله هذا واجب علينا. باقي كنقولوها وكنذكروا هذا الشيء فقط من باب التوثيق، وما كنصوروش المساعدات. الحمد لله على حسب ما قام في قلب الانسان من الاخلاص. الانسان اذا كان يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخره، فاثنى عليه الناس وحمدوه، فهذا ليس فيه شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر لما قال له ابو ذر يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه أو يحبه الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. وشرح الحديث ماشي هو هذا المجال ديالو، غير باش نقطعوا الطريق على أولئك اللي تقول لكم بركة من التصوير، بركة من الرياء، بركة من كذا. على حسب ما قام في قلب الإنسان. إذا كنت تريد العمل يعني وتبتغي بوجه الله عز وجل، وهذا هو القصد ديالك، وأثنى الناس عليك، نعم، وهذا كما يقول أهل العلم هذا من ثواب الدنيا المعجل، ناهيك عما ينتظرك غدا يوم القيامة، يعني من لقاء الله تبارك وتعالى، ومن الجنة، ومن مصاحبة ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غنرجع ليهم، والله تنرجع ليهم بواحد بواحد، فهمتي؟ أنا وياكم كما تيقولوا المصريين والزمن طويل، برهنوا على الرجولة ديالكم، الثلاثي ديالكم أنا مستعد له وخارج له، موجود، واحد ما تنبغيش نسميه لأنه ما عندوش المستوى، ولكن أنا موجود. هذا المفكر اللي كيفتخروا به عصيد، انا موجود لك، والله الا موجود لك، بالله الذي لا اله غيره، انا كنعيط لك، انا غادي لجامعه بيغودين وغندخل بعض الدوار، وير سمحوا لي لا تقطع البث، ولكن هذا المجرم هذا دابا وانا في الطريق تيقول بان يعني ما كتفرقوش انتم بين يعني العقود اللي كتكون بالتراضي يعني، وتطلب عليا الزياده وتطلب مني الزياده يعني، وجاب الصفقه ديال التمر. وباش نعرف كذاب الدجال كتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الحديث ديال عبادة بن الصامت اللي
الربا ينقسم الى قسمين، حنا اللي غنعلموك وتربع رجليك وتواضع ونعلموك، والله تنعلموك الشرع، والله تنعلموك لان الله منا علينا بعلم الشرع. ديك العلوم الكونيه ما عندها ما تفيدك بين يدي ربي العزيز والجلال. العلوم الكونيه اللي غتورك اللي غتعلمك الجحود، كتجحد تجحد ما 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 قاله الله عز وجل والاحكام الشرعيه الوارده في القران الكريم، وتتصدع عنا الراس ديالنا بانك قراني. انت ما قراني ما والو، انت عدو القران، انت عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدو المؤمنين. خليك اللي اتخذتهم بطانه سير معهم. احنا عندنا احنا نعتز بديننا وبعقيدتنا، فلله يعني فلله العز، اتبتغون عندهم العزه فلله العزه جميعا. الحمد لله مصدر عزنا هو كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهما النجاه وهما العصمه من الفتن، كما قال عيسى السلام: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. اسمعني انا اللي كنهضر باش ما تقولش هذه راه شي مسجله اللي صارتها انا، فهمتي؟ واذا كان حفظ هذا منا من الله سبحانه وتعالى، والحفاظ هنا في ارض المملكه المغربيه كثر. اجي بعدا نتفاهم معك بعدا على الكلام اللي كتقول بان الا درتي شي صفقه ديال التمر، نعم، واتفقتي بانك غترد له يعني بزياده، فهذا لا شيء فيه. وعباد الله، وكتقول زعما بانك راك معلم وكديما مخبي في بن رشد، تعديتي على هذا بن رشد، بن رشد خصمك امام، وكتبغي تتكلم ما كتفرقش حتى بين بن رشد الجد وبن رشد الحفيد. ونقول لك غير عطينا غير شي مؤلفات ديالهم غتبدا تفتف، فهمتي؟ ودابا هادي ما عاد بديتي كتبوز علينا بديك النضيدرات باش تقرا مزيان من الحاسوب باش ما تبقاش تغلط، وكتقول لا زعما راه القران كينزل عليا، فهمتي؟ ما وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل اليه رسولا. والله العظيم بغي شي، واذا كنت شوف تنتمنى تكون فيك شي نخوة، تنتكون فيك شي نخوة وخرج وخرج. وباقي كنوجهها اي منبر اعلامي في المغرب، اي منبر اعلامي في المغرب، وتواجه معايا كتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتجيب المثال بالتمر. واسمع اش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده بن الصامت في الصحيح البخاري اللي منوض لكم، يعني السوس نفسوس في العقول ديالكم، وكتقول لك هذيك خيتي اللي موراك زعما كدعمك، كتقول لك السنه وافقت القران 5%. الله اكبر، انت فشي معدل ديال الاحصاء حافظه بعد البخاري؟ انت بعدا حافظه شي سند؟ عندك شي سند؟ عندك شي علم باش تقولي؟ تكلمي بالعلم اللي عندك شي علم. انتم مجموعه، انتم عصابه، انتم عصابه اردتم ان تنالوا من هذا الدين، ان لكم ذلك. والله الذي لا اله غيره لن تستطيعوا، ولو اجتمعت من باقطارها، فدين الله ماض ودين الله منصور، وكلمه الله هي العليا، وسخر الله سبحانه وتعالى لهذا الدين رجالا، والله الذي لا اله غيره لن يتخلوا عن هذا الدين ولن يخذلوا هذا الدين، وان خذلنا هذا الدين فانما نخذل انفسنا، كما قال عليه السلام في الحديث الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتاويل الجاهلين. ضربتي مثال بالتمر وكتقول عباد الله الناس راه ما كتفرق شيء بين التجاره وبين الربا، يعني ربي تيقول احل الله البيع وحرم الربا. ايوا جي نوريك بانك المثال اللي ضربتي فيه وقعتي فيه ما فيه ما يتشاف، كما قال المغاربه قال لك جاب غا يداويها عماها، كحلتيها انت كاع دابا في المثال اللي جبتي، وقد ناديت على نفسك بالجهل. انت ماشي جهل مركب ولا مكعب، انت عندك كما قال الشاعر: ولو كان جهل واحد لاحتملته، ولكن ثاني وثالث ورابع. انت كانوا المصريين داروا مدرسه المشاغبين، انت مدرسه الجهل، انت هو مدرسه الجهل، انت منبع الجهل. خرج ليا ونتواجه معك، لان كنصفك بالصفات اللي فيك، وانت اللي سبيتي الناس وشتمتي الناس وكتاخذ الاوزار ديالهم، كما قال عيسى السلام: المستباني ما قال على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. سير رجع لكتب السنه التي افنى العلماء اعمارهم وزبروا بايمانهم، الحمد لله، الكلام اللي هو لآلئ العلم كتب العلماء، يعني هذه الامور الحمد لله. تجي كضرب المثال بالتمر وقعتي فيما هو اشد، لانك كما تنقولوا المغاربه كامبو. ولكن يصح لك ان تتلصص في ليل الجهل، وحينما الحمد لله يعني الحمد لله يعني يسطع نور الحق. والله العظيم كنساليو معك بعدا نهبط باش نكمل لك بعدا. تسنى وصلنا حنا دابا للجماعه ديال بيكودين الاخوه باش تعرفوها ان شاء الله، ومن تما غيمشيو معنا الاخوه باش يدلونا مع القيد. لا احنا في الجماعه ديال بيكودين.
انا جاي نكمل معنا عطار عاد نمشي نكمل معنا عطار. اسمعتيني مزيان؟ اسمع ليا. قلتي بان التمر عباد الله واخا يتفق معاه وقرضه ورد ليه بالضعف وكذا داكشي ما فيه حتى شي مشكل. سمعتي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، واسمع مزيان، الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والملح بالملح والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير ريبا ريبا الا هاء وهاء الاخذ والمعطي سواء. شكون اللي قال ريبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ايها الدجال الافاك الكذاب كتقول ماشي ريبا وعباد الله قراو وعباد الله كذا، شنو غيقراو عباد الله؟ ها انت قريتي بعدا الفقه المقارن باش فهمت هادشي؟ هذا انت ما قريتش الفقه المقارن، والفقه المقارن له اصوله وقواعده وذكر العلماء. انت بن رشد اللي كتقول كتقرا كتفهم اثر بن رشد، هو شوف بن رشد كيفاش كيتناول المسائل الفقهيه والمسائل العلميه باش عاد كيتكلم. ها ايها الدجال، التمر بالتمر كيلو 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 وغرام كيلو جوج غرام كيلو خمسة غرام كل ريبا. نسلفك كيلو ديال التمر خصو اولا اتحاد، اولا خصو يكون الجنس نفس النوع فهمتي، نفس النوع ويدا بيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. ها يدا بيد ريبا الا هاء وهاء يدا بيد الاخذ والمعطي سواء. ونتكلم معك باش تعرف التمر ريبا اللي ضربتي به المثال وكحلتيها وناديت على نفسك بالجهل وبانك مكلخ. انا كنهضر معك بالمصطلحات المغربيه وديال القصبه ديال لودايا، الحمد لله اللي تربيت فيها انا ولد القصبه ديال لودايا، يا القصبه ديال لودايا، انا ولد الرباط فهمتي، انا ولد الرباط تربيت في الرباط وتولدت في الرباط وامي تولدت في الرباط، وحنا من هذه القبائل هذه من هذه ديال سوس. خرج قول لي بغيتي انت غير كتستهضر. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر، لما جاب له بلال شويه ديال التمر وعجبوه النبي صلى الله عليه وسلم شافو قال له يا بلال او كل تمر خيبر هكذا؟ واش التمر كاع ديال خيبر هكا في هذه النوعيه وفي هذه الجوده؟ قال له لا يا رسول الله، اننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من هذا، واشار الى نوع رديء ماشي من الجنس ديالو. ها قال له راه كنشتريو يعني الصاع من هذا بالصاعين من هذا. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكا اسمع مزيان، اوه عين الربا، اوه عين الربا. الدجال الافاك العطار فهمتي تيقول لك اسيدي بان اذا تفرقوا بين العقود ياك، وهذا عقد فاسد بعدا باش تفهمها. كتعرف انت العقود الفاسده شنو هي؟ ها وانت زعما كتعرف شنو هي زعما؟ اعطيني انت غير اركان البيع، اعطيني اركان العقد، اركان العقود في الفقه. ها اركان العقود في الفقه، يلا اركان العقود يعني في الفقه جيبها لي تكلم عليها واخرج. والله تردك صغيور، والله تردك قزم الاقزام. انا كنتحداك عباد الله، يلا واش انا واش انا الحمد لله ماجور فاكسيني، يلا هضر معايا وتقول لي احنا ما تناقشش الكهنوت، احنا ماشي كهنوت، احنا ماشي رجال دين، مصطلحات الكنيسه ما عندنا ما نديرو بها فهمتي. بغيتي تحتال مع من؟ فيك خصله من خصال اليهود مع الاسف، فيك خصله من خصال اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه الحديث فيه كلام عند اهل العلم، وكان بينه حتى الدرجه ديال الحديث، ان داكشي هنا عندنا عطاه لنا الله. الرسم ديالنا ما عمرش بتحرميات، ولكن كما قال عمر بن الخطاب اسمعها مزيان، لولا القيامه لكان غير الذي ترون. قال عمر بن الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعوني فهمتي. عندك شي ديالك راه حنا حافظينه فهمتي، تقول لي كنت فاهم انت كل شيء. يلا اسمع مزيان اعطيني اركان البيع، باش نوصل معاك لواحد النتيجه، بانك كتكلم بان هذا عقد بالتراضي. فين هو العقد بالتراضي؟ كتفهم انت كتعرف انت خيار المجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعاني بالخيار ما لم يتفرق. ها والشروط الباطله غير مقبوله في العقود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ها فهو باطل ولو كان 100 شرط. ها وهذا الشيء ما كتفهموش انت حيت ما قاريش وكتغمق على عباد الله في 12 الليل. ها ايوا حنا في الصباح كنشوف هذه البساله ديالك. انا حنا الحمد لله شوف كاين صغار طلبه العلم وانا منهم، انا اعلم القليل واجهل الكثير، ولكن والله تنحل عليك هنا بالله الذي لا اله غيره. تجبرتي وطغيتي ولكن لك نهايه، ولا تغتر بحلم الله عليك.
لا تغتر أيها العطار بحلم الله عليك، والله سيأخذك الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز المقتدر، وستكون عبرة للمعتبرين، فهمتي؟ ستكون عبرة للمعتبرين. المستباني ما قال على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. تالي تعديتي على الناس وتعديتي على المغاربة وتعديتي على البيعة والشراية، تعديتي حتى على هذوك اللي كياخذوا الأسباب، اللي كياخذوا الأسباب وكيبيعوا مساكن عليه على حافة الطرقات وكيبيعوا في الكرارس. ما خليتي حتى شي حد، وتكون خليتي شي حد، انت كتعطي التعليمات حتى للدرك الملكي، كتقول لهم سيروا عباد الله، سيروا قلبوا في الدواوير، سيروا خذوا منهم لي كارت ناسيونال، راه داروا جرائم، راه داروا كذا، راه داروا كذا. مالك انت؟ غدا ولا بعدو غتولي انت تدير الدور ديال النيابه العامه. النيابه العامه هي اللي خصها تاخذ الاجراءات بحقك انت، فهمتي؟ والله ما تخلعنا لا بمحكمه ولا باي حاجه تخلعنا بها. تستحل الربا، اسمع شي قلنا بصح زعما، وفيك خصام الخصال اليهود، وقلتها وباقي تنقولها، والله ما تنمسح الفيديوهات اللي كنديرهم، لان ما كندمش لما كندير شي حاجه، لان كنخرج كنقول المعتقد ديالي الذي ادين الله به، فهمتي؟ واتحمل كل كلمه قلتها الحمد لله. انا ما كنتكلم، كندعم الكلام ديالي بالكتاب والسنه، بالادله اللي كتحرقك، اللي ما كتقواش عليها لانك ما حافظهاش. حافظ علوم الفضاء وعلوم الكون، وسيادك في علوم الفضاء وعلوم الكون كانوا اجانب، نعم، غير مسلمين، واسلموا بسبب ما راوا من الايات، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه لا ترتكبوا كما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيال. كتبغي تستحل الربا، الربا حرام الى يوم القيامه. بدا تبكي. شوف، من استحل امرا معلوما من الدين بالضروره واعتقد حلاله ولو لم ياكل درهم ربا، انت كتستحل دابا الربا؟ اذا قلت حلال واعتقدت واستحللت ما حرم الله، وقلت الربا حلال ولو لم تاكله، مجرد ان تستحله فانت كافر. خرجها وقولها، انا كنتكلم معك بضوابط شرعيه، لانك استحللته اعتقدته. اما لو كنت تاكل الربا وتقول ان هذا ربا ومحرم، وانا اضطررت اليه، وضوابط الضرر معروفه، والضروره تزال، قاعده الضرر يزال في الاصول الفقهيه في السبعه ديال الامه باش تعرفها، فهمتي؟ هذاك اللي كياكل الربا في هذه الحاله هذه ولا يعتقد يعني حليته، ولا يعتقد حله، تقول نعم هو حرام وانا مبتلى به، هذا من اهل الكبائر، هذا من أهل الكبائر. والحديث في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. شتي، إلا جينا نقلبوا هذه السبعة كلهم توقع فيهم، كلهم توقع فيهم بسبعة، اجتنبوا السبع الموبقات، هذه كبائر. وعقيدتنا في أهل الكبائر ما هي؟ كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إن ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. فأهل الكبائر في مشيئة الله، بضميمة أخرى فقط أن يلقوا ربهم، يعني هم على التوحيد، إن الله سبحانه وتعالى قال في آيتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي آية أخرى: وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكما قال الناظم: والفاسق المالي ذو الإيمان لم ينفع عنه مطلق الإيمان بقدر الفسق والمعاصي، إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار إلا مع استحلاله لما جانا. أنت تستحل الربا وتتبجح وتدعي أنك تملك الأدلة وتملك الحقيقة، أنت كتملك كل شيء، أنت ولا تملك شيئا. ودابا خصك تخرج وترد عليا، رد عليا. إلا كنت كما كتقولوا الفايد، رد عليا. واللي كيحبوا تيقول لك نحن نحبهم في خارطة المغرب، الله يحشرك معاه. أما نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ونحب أبا بكر وعمر وعلي وعثمان والعشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار، ونحب المؤمنين، كما ورد في صحيح البخاري من رواية أنس لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ في رواية: أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لعله سمع ما قال، قالوا: لعله لم يسمع ما قال. فلما يعني مضت برهة من الزمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قالوا: ها هو يا رسول الله. فقال:
ماذا أعددت للساعة؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المرء مع من أحب؟ قال أنس بن مالك والله ما فرحنا مثل فرحنا بهذا الحديث، أما أنا فأحب أبا بكر وعمر وعثمان وأحب أن يحشرني الله معهم بحبي إياهم. واللي كتحبوه سير الله يحشركم معه، سير الله يحشركم معه، لأنكم كتدافعوا على الباطل ولكن أنتم فئة واحدة كبانية. الحمد لله اللهم لك الحمد، حنا ما تهمناش القلة، حنا ما تهمناش أننا قلال، لا لا يضر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لن يلزم 12 ألفا من قلة. وكما تيقول كما كان تيقول الشيخ ديالنا العلامة الدكتور تقي الدين الهلالي، كوميشان حل ولا شواري دبان، غير ربحوا بالدبان ديالكم خذوه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذباب كله في النار، الذباب كله في النار إلا النحل، النحل هو اللي ماشي لنا. علاش الذباب داروا الله في النار؟ ماشي باش تعذب، لا، كي يكون وسيلة لتعذيب المعذبين. كتكذب على الله وتستحيل الربا، أين أنت من قول الله عز وجل؟ خليك من الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبغيتي باش تنفي المس، باش تنفي تلبس الجني بالإنسي، ونعطيك الأدلة الدامغة ولا تنخطفوك بالأدلة ونحفظها وهي في صدورنا. طلعت جدينا ربعنا وسافرنا الحمد لله ورحلنا لطالب العلم، وعندنا مشيخة وعندنا إجازات وعندنا أسانيد، عندنا أسانيد الحمد لله اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله عز وجل. وعندنا أسانيد بحفظ القرآن بروايتين، برواية حفص وبرواية ورش، وغتقول شهادة تخرج انت تقول انا استاذ جامعي وباحث وكذا، ومن بعد الدكتوراه لا تعكس مستوى الانسان. ياه يلا على احنا نبقاو نقولوا انا دكتور، القبو يعني القاب في غير موضعها، تبقى تقول انا دكتور، شنو هي دكتور؟ دكتور تعكس مستوى الانسان، ولا الدكتوراه شهادة دابا الا من رحم الله عز وجل غير باش تقتات بها، وليتي غير باش تقتات، كتجيب العمل الجديد ما جبتي حتى شي جديد. كل يوم تطعن في دينك، كل يوم تبتعد من دينك، وكل يوم تقع فيما يوجب الكفر. وخرجوا عاوتاني يقولوا ها رشيد نافعتي كفروا، ها رشيد نافعتي تكفروا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، درسنا وقرينا وضرب الحمد لله الماستر الاولى وضرب الماستر الثانيه وضرب دكتوراه الدوله، دكتوراه ديتا اغريجي بار ليتا، البي اتش دي. ما واخدش انا دكتوراه ناسيونال بحال اللي عندك انت ديال فرنسا، انا عندي دكتوراه ديال الدوله. فهمتي انا باش نقول تبقى تقول لي كل شويه دكتوره دكتور شي حاجه ما تنقولوهاش، ولكن بحال كنقولوا اليوم هذه الهضره هذه. وإلا كنت راجل خرج معايا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس حبر القران الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يفقهه الله في الدين وان يعلمه الله التاويل كما في صحيح البخاري، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. والمراد بالتاويل هنا هو التفسير، ليس التأويل ديالكم اللي هو صرف المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بصحيح بقرينة مزعومة لا تفيد المعنى المراد، هو تفسير الفلاسفة وسفسطاء اللغة. أنت ما فيلسوف، ما مفكر، ما حتى شي حاجة، والو 12 دير كتخرج كتبات تقية أنت، وحنا غنردو ليك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا ضعفا مضاعفة. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول شيقول في صحيح مسلم، شيقول في صحيح مسلم، لعن الله آكل الربا ومؤكله، مؤكله ماشي موكله، مؤكله وكاتبه وشاهديه. ما أنت تدعو إلى أكل الربا يا ويلك من الله، كما قال النبي 73 بابا أيسرها أقلها أن يأتي الرجل أمه في الإسلام، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. بحال اللي دايرك أنت لسانك طويل، أنت لسانك طويل، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في القبور من صريع لسانه كان التهب لقاءه الشجعان. أنت والله ما شجاع، أنا كنقول لك أنت شجاع غير يعني في الطعن في الدين ومخبي ومخبي. شتي أنت تخرج، أنا نقولها لك، شتي أنت تخرج ديال هاد المناطق تيعرفوك. شتي انا ملي كنكون دايز الله يجزيهم بخير الناس ديال سوس هنا تارودان فين موقف، الحمد لله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، هذه نعمه من الله عز وجل. تيقول لك الله يجزيك بخير الشيخ كتبرد لينا انت وطلبه العلم الموجودين في المغرب وفي المملكه المغربيه، كتبرد لينا قلبنا وتتلي صدورنا في العشاب، وتيدعيو عليك، كيدعيو عليك الناس، كيدعيو عليك الناس، تعديتي لهم على دينهم على مصدر العز ديالهم، انت كتقول بان هذا هو مصدر التخلف، طعنتي لهم في سيد ولدي ادم، اللي كيقول انا سيد ولدي ادم ولا فخر، اختاره الله سبحانه وتعالى لرسالته اصطفاء واختيار. ولا بغيتي تنتدي راسك انت من الكذابين الدجالين،
او انه يوحى اليك اليوم رانا كاع ما حافظ انا راه غير تيجيني يعني شوف كي تيعرض شوف كي تيتنص وهذيك البساله ديالك خرج ديرها معنا وخرج ليا فشي لقاء بغيتك فشي لقاء مباشر تجلس معايا وسيدي غنمشي معاك دابا انا غننزل شي واحد مرتبه وطلعني دابا غير طلعني مباشر معاك طلعني وجيب معاك اريج وجيب معاك عصير حتى داك البيض الاخر ما تنبغيش نسميه لان ما قاريش هذاك ما عنده مستوى هذاك نقال هذاك ناقل من كتب الروافض وكذا هذاك ما عندي ما ندير به هذاك لا ما عنده ما عنده ما يديرش ما عندهم ما يديروا ما عندهم ما يقولوا ما عندهم ما يقولوا المغاربه راه رجال بغيت تحضرهم بعدين انت الان تحتقر دين الامه باكمالها دين الامه باكمالها وعندك المدح والثناء اه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالة مع الاسف مع الأسف الله الله المستعان ها أه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ديرها مريبة ديرها مريبة أشد عند الله من 36 زنية غير درهم واحد في الريبة أنت دابا كتقول عباد الله وقراو ما قراو كما أنت قاري ما قاريش عطينا شي متن حافظو أنت عطينا شي متن في اللغة حافظو شي متن في الفقه حافظو عطينا شنو حفظتي في علم أصول الفقه ها أه؟ من حرم الأصول حرم الوصول واش حافظتي متن في أصول الفقه وانت باك تجرا دابا على الشرع انا ما كنقولش نعرف الكيمياء ولا الفيزياء انا قريت الحمد لله وكنت تنجح في المواد العلميه كنت تنجح فيهم اللهم لك الحمد كنجح في الرياضيات كما الحمد لله وفقني الله عز وجل شرح لي الله صدري هيئ لي شيخنا الدكتور تقي الدين الهلالي الشيخ محمد الانصاري ومشيت الحمد لله درست في المدينه النبويه خرجت الحمد لله انا صغير درست في المدينه النبويه وصلت المدينه النبويه في 1979 ودرست على المشايخ الكبار عمتي عاوتاني نقول لهم راه وهابيه الحمد لله جلست في مجالس الشيخ بن باز جلست في مجالس الشيخ بن عثيمين الحمد لله اللهم لك الحمد اكرمني الله عز وجل بمجالس علم مع الشيخ الالباني مع محدث المدينه حماد الانصاري اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع كتقول خرجوا احنا خارجين انت تنطبق عليك قول الشاعر زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا ابشر بطول سلامه يا مربع واحفظ هذه مزيان زعم الفرزدق وزعم الفيد ان سيقتلنا لن تستطيع زعما تقتلنا بديك الافكار ديالك الهدامه المدمره ها شنو قدمتي انت حتى في هذا الكون عطينا شي بحوث قدمتيها نقال انت عمرك نقال حتى الوصفات اللي كتعطيني حشومه وليتي معروف غير بمول الكاسرونه فين كدير البروبوليس وليتي معروف غير ديك الشيء بالغش والنبي صلى الله عليه وسلم في روايتين يقول من غشنا فليس منا وفي روايه اخرى في صحيح مسلم من غش فليس مني كتغش الناس تبرأ منك الرسول صلى الله عليه وسلم ودابا اليوم كتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتهم الرجال اه الرجال عمر كان اذا سلك الشيطان في الجن سلك الشيطان في جن اخر سمحوا لي غنقول لكم واحد الروايه تبتت على عمر بن الخطاب في البدايه والنهايه غير باش نقولها لهاد البشر باش نقولها للعطار الدجال كتهكم الخلفاء الاربعه اه والجاهل اللي ما عنده حتى الاعداد كيتهكم بعمر بن الخطاب سمع الروايه اللي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اللي ذكر الامام بن كثير في البدايه والنهايه مؤرخ الاسلام وهو الامام الذهبي والطبري وشيخ وابن الجوزي وغيرهم كثر وتاريخ دمشق وتاريخ بن عساكر انت تبغي حتى العناوين ما كتحفظهمش وحنا نضبطوك بالعناوين وبتاريخ الوفيات ما كتحفظش انت ما تعرفش تاريخ المواليد العلماء وتاريخ الوفيات ديالهم والعلماء كانوا كيحفظوا تاريخ العلماء تاريخ مواليدهم وتاريخ وفياتهم وكيعرفوا العلماء بالكلى وبالانساب وهذه فيها كتب مستقله فهمتي هادو علماء راه رجال راه ما توصلش لهم ولا ما توصل لهم خليك انت مع علم الكون واحترامي وتحياتي لعلماء الكون اللي صادقين وزادهم ذلك قربا من الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا كل يوم يزداد بعدا وكيتمعن وسبحان الله العظيم كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا الله سبحانه وتعالى قلت تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وانت كتبخس الناس حقوقهم يقول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسدين انت مفسد في الارض مفسد في الارض ولكن الله شوف انا وياك كما قال المصريين والزمن طويل طلعني في المباشر جيب معك اريج ماشي مشكل انا زي سيدي الشفيق جيب اريج ياك وجيب هذوك اللي كينفخوا فيك وجيب هذوك اللي كيكتبوا لك لانك انت ما تستطعش انت لغه عربيه فصيحه تجيب جمله مفيده ما تعرفهاش
ما نتكلمش ما كنعرف الصفه المشبهه ونفعل به ونفعل اجلي ونفعل المطلق ديك الشيء ما تفهموه لان انت عندك الرقاع كتعدى اللغه العربيه تقيم مسالخ لغويه مجازر لغويه كتقيم للغه العربيه وغادي تتكلم انت مع سيادك الذين اخذوا بنواصي اللغه ذهاقنه اللغه والله تيعذبوك ويمرمدوك بالمتون هاهما في الجبال شفات الجبال هادو المدارس العتيقه نفسوس حافظين الفنون ديال اللغه العربيه حافظين الفنون اللغه وعارفين يعني علم البلاغه باقسامه وحافظين وضبطين وضبطين علم الصرف لغتك بحالك مش وليتي استغفر الله العظيم وليتي بحال شي واحد ما بغيتش نقولها ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغشان فليس منا واسمعها مزيان لا تستحل الربا والمثال اللي ضربتيه ناديت على نفسك بالجهل ومن الاصناف اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الربا ونقول لك واحد القضيه واش كتعرف بعدا شنو هي اقسام الربا انت تكلمتي على التمر اللي هو تيتسمى تيدخل في واحد النوع ديال الربا الفضل اما اللي كيمشي وتياخذ فوائد ربويه من البنك باتفاق مع البنك هذا كيتسمى ربا النسيئه وشنو هو ربا النسيئه عند الفقهاء الربا النسيئه عند الفقهاء هي الزياده التي هي الزياده التي يشترطها الدائن يعني على المدين نظره الخير تيقول له اعطيني 100 درهم نرجع لك في الشهر 130 درهم ربا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا الا في النسيئه وما معنى لا ربا الا في النسيئه اي لا ربا اشد الا في النسيئه انا دابا طالع الجبل باش ما يمشيش ليا باش ما يمشيش الشبكه انا طالع مع الخوت اللهم لك الحمد هما الشباب ديال هولندا وبرزقهم وبعرقهم الحمد لله اللهم لك الحمد ها هما خدامين الحمد لله اللهم لك الحمد وكيتحدثوا بنعم الله عز وجل عليهم ها حنا اللهم لك الحمد طالعين مع السي الحسين ها هو كان غايجيب السياره ديال البرابس اللي كتسوى 300000 اورو باش نطلعوا للجبل قلت له لا خلينا غير في الاودي الاسلاين ها وسير سول عليها في لا ميزون ديال الاودي بشحال كتسوى ها وجابها كطلع للجبال وما كتهموش تيبدل الروايد مسكين الله يكثر خيره كيبدل كل شيء كيقول لك حنا جينا لله خليني ندير الصمت بعدا لانني كنحترم قوانين السير هاكا تربينا حنا كنحترموا قوانين السير سمعتي اذا تقطع البته الاخوه رانا طالع دابا للجبال ان شاء الله باذن الله تزنا دابا غادي معنا القيد الحمد لله وغادي معنا الاطور ديال الجماعه وحنا كنوقفوا على هذا الشيء حنا بنفسنا ان شاء الله اللهم لك الحمد هذه نعم الله على الاخوه ديالنا ها هما اللهم لك الحمد كيحبوا الدعاة كيحبوا العلماء الله يجازيهم بخير كيحبوا العلماء وكيحبوا الدعاة وكيحبوا طلبه العلم وكيحبوا طلبه القران وغنعطيك واحد فائده اخرى حنا ان شاء الله معنا السي شفيق ياك ومعنا السي غالم والسي ادريس اجتمعنا معاه البارح في اكادير ديال مؤسسه محمد خامس التضامن الخطوه القادمه ان شاء الله هي كفاله الايتام والخطوه القادمه ان شاء الله السميع العليم هي المدارس العتيقه غنستهدفوا المدارس العتيقه والاخ سعيد ديالنا ها هو ديال لوجيستيك الله يكثر خيره نعم ديال لوجيستيك اللي تيقول تنسق مع السي شفيق ومع السي غالم بان كل 3 شهور غنبداو نسيروا يعني الحمد لله حملات وشاحنات وقوافل ان شاء الله السميع العليم وكنشكرك السي غالم على 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 على, على, على المخازن ديالك اللي راه الاشاره ديالنا الف مرحبا الله يكثر خيرك السي غالم حنا هنايا باش نعاونوا خوتنا المغاربه في مكانو لا كانوا في سوس ولا كانوا في اي بلاصه الناس جاوا من زغنغن جاوا من هولندا جاوا عندنا لسوس كيعاونونا حتى حنايا الله يحفظنا وحدكم وواحد الجميع اذا كاين شي حاجه راه المغرب كل واحد الحمد لله الله يكبر بك السي وشكرا الشيخ شكرا السي سعيد بارك الله فيك شيخنا الله يجزيك السي سعيد ديالنا الله يحفظه السي شفيق شكرا جزيلا شيخنا مستشار ديال السيد رئيس البرلمان معنا ووقف معنا مسكين بوقته بجهده بنفسه وكيشفع علينا دائما وكتخرج الحمد لله الشاحنات ديالنا وحنا كنوثقوا باش توصل هذا الشيء الحمد لله للجهات المعنيه السي حسين كيوصلنا فيما بغينا السي حسين الله يجزيه بخير دائما خلف المقود الله يجزيه بخير من اخير الناس الله يبارك فيك السي غالم من اعيان مدينه اكادير الحمد لله والله يجزيه ولد الحاج ابراهيم معروفين غالم ايت غالم الله يرحمه من اللي ملياردير ديال ومتواضع معنا والله الا من اللي ملياردير ديال اكادير ومعروف وقولها العطار العطار ها هو ها لا تبدو عليه اثر الالتزام وشوف الحمد لله الخير اللي كيدير في الامه هو تما غادي معنا حنا راه باقي طالعين للجبل احنا باقي طالعين الجبل ولكن الناس الله يجازيهم بخير عندهم حس انساني واسلامي شوف راه اليوم الحد ما خدامش والبارح ما خدامش وغدا ويكون معنا شتي غدا ويكون معنا عرفتي علاش لان تيهمو هذا الشيء هذا تيقول نتوما جيتوا من بلاد بعيده نحن في خدمتكم احنا الرجال تنحطوهم فوق راسنا اللهم لك الحمد وتبدا تبومبي في الدين وتبدا تقول الجهل نحن لك بالمرصاد ما بغيتيش تجلس معايا مباشر ما بغيتيش دير اي ما بغيتيش كمال عصامي ما بغيتيش شيء طلبتك بغيتي طلب ماشي طلبتك انت بزاف عليا انا نطلبك والله ما نطلبك
والله ما نطلبك، جوعي في كرشي وعنايتي في راسي، ناكل التبن وندهن فمي بالسمن، والله ما نقتات باسم الدين، والله ما نقتات باسم الدين، بالله والله ما نغيروا المواقف ديالنا، ونطلب الله سبحانه وتعالى الثبات، وندعو بذلك في سجودنا ان يثبتنا الله سبحانه وتعالى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، نطلب الله سبحانه وتعالى ما نتغيروش وما نتلونوش، لان التلون من صفات المنافقين كما قال حذيفه بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اياكم والتلون، التلون في الدين هو اللي كتلون انت، ليل كتقول كلام كتصبح كلام الليل ينسخه النهار، كتندم كتمسح، حنا ها هي وغتبقى الحمد لله شاهده لنا، يعني بعد مماتنا نسال الله عز وجل ان ياخذ ارواحنا يعني في سبيل الله، وان نموت في سبيل هذا الدين باذن الله سمعنا، ونحن فداء لديننا ولوطننا ولبلدنا في الله عز وجل، وحنا دائما في الصفوف الاماميه، قول وفعل، والله ما نتراجعوا، حنا كما تيقولوا اصحاب البحر، ملي كتمشي للبحر اصحاب اللي كيصيدوا في الاعالي البحار ولا كتمشي للمرصه ديال الدخله والضربات يقولوا انا فا اطرس، حنا كنعرفوا غير انا فا ما كنعرفوش اطرس، حنا ما كنعرفوش مارشاريير، وما ترجعوش الحمد لله، واللهم لك الحمد، توابيت الوطنيه ديالنا على راسنا، نعم، والمقدسات الدينيه على راسنا، اللهم لك الحمد، وباذن الله باقي غنخرجوا لك دابا غير الاخوه واقفين معايا تيقولوا ودي الناس كينتظروك، وسمحوا لي، ولكن اسمع ايها العطار، الربا حرام 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 الى يوم القيامه، وبغيتي انت تجي تستحلو، وبذلك تكون قد خرجت من الاسلام من اوسع ابوابه، لانك ماشي وقعتي في الربا يعني عن خطا، او انك تعاملتي بالربا وقلتي انا مضطر او كذا او كذا او انا جاهل، انت تستحله واستدليتي بما نديت به على نفسك بالجهل. الله يحفظ وطننا، الله يسترنا واياكم بستره، الله يجعلنا واياكم مفاتيح للخير مغارق للشر، الله يثبتنا واياكم على الحق، الله يسترنا واياكم، الله يسترنا واياكم بستره، الله يجعلنا واياكم دائما جنودا لهذا الدين وفداء لهذا الدين، الله يوفقنا لقول الحق والعمل به وبيانه، والله يوفقنا دائما للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، جزاكم الله خيرا، غنمشيو لان جاو عندنا الناس، السلام عليكم الى اللقاء.